السلام عليكم، أنا اسمي فهد. أتمنى أني أنجح في توضيح أحد الأسباب المهمة التي تدعو أي شخص تعرض لمآسي في طفولته أن يبدأ في رحلة تعافي من آثاره. وحدث تحديدا عن أثر الذاكرة المقموعة في إفساد حياة الإنسان. بداية، الذاكرة في عمومها تخزن الأحداث والخبرات على حسب شدة العاطفة المرتبطة بالخبرة. سهل على الإنسان مثلا أن يتذكر ليلة زفافه أو تخرجه من الجامعة أو ولادة أحد أطفاله، هذا الأسلوب في العمل للذاكرة له حد أعلى. إذا تجاوزت شدة الخبرة العاطفية حد لم يعد قادر على معالجته والتعامل معه، فإنه يبدأ يرحل هذه الذاكرة أو الخبرة إلى اللاوعي، وحتى يستفيد منها المخ في المستقبل، فإنه يبقي أثر الحس، الروائح اللي ارتبطت بالحادثة، الأماكن اللي أبصرها أثناء الحادث، الأشخاص اللي التقى فيهم، الأشياء اللي لمسها، وتصبح مثل الضباب في الذاكرة. فكل ما اقترب من أي مثير يشبه المثيرات اللي كونت هذه الذاكرة المريعة، ولنقل مثلا أن نحن نتحدث عن شاب تعرض للاغتصاب أثناء ما كان طفل، فإن هذا الشاب بعد مرور الحادثة بسنوات طويلة لا زال يتخذ قرارات مرتبطة بردة فعل الخوف اللي ولدتها هذه التجربة المريعة، دون أن يكون واعي إن هو استجاب بهذا الخوف فقط لأنه في تشابه في حاسة واحدة مثل الشم أو الرؤية أو اللمس مع شيء آخر محايد ما له علاقة بالتجربة، وهو نفسه غير واعي لهذه ردة الفعل، فهو إما أن يهاجم أي شيء يذكره، وإما أنه ينسحب منه، وإما أنه يتجمد أمامه. وهذه هي ردود الأفعال الثلاثة للخوف عند كل الناس. اسمحوا لي الآن أن أعرض لكم دراسة قامت بها دكتورة تؤكد بدقة كيف يمكن الذاكرة المجموعة هذه تتكون في أنفس الضحايا. قامت الدكتورة ليندا ويليامز جامعة بنسلفانيا الأمريكية بدراسة في السبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وكانت الدراسة تشمل 206 فتيات أعمارهم بين 10 إلى 12 سنة تعرضوا إلى اعتداءات جنسية أدت إلى ذهابهم إلى قسم الطوارئ في المستشفى. وهذا الموضوع طبعا كان يعني أنه الحادثة تم توثيقها
بشكل كامل قبل المستشفى، ربما من قبل الشرطة المحلية. بعد 17 سنة بعد ما كبروا البنات وصلوا إلى عمر 27 إلى 29 سنة، عادت الدكتور ليندا وسألت هؤلاء الفتيات عن هذه الحوادث المريعة. فلاحظت أنه في الوقت اللي في مجموعة منهم تكلموا عن فظاعة تلك التجارة، لكن 38% منهم ما قدروا يتذكروا الحادثة، و12% رفضوا أصلا الاعتراف أن مثل هذا الحدث قد وقع عليهم أصلا. وهذا في رأيي أحد الأسباب المهمة التي تشجع أي شخص أنه يبدأ رحلة التعافي، حتى يستطيع تدريجيا أثناء هذه الرحلة الكشف عن ذكريات مقموعة تؤثر في قراراته اليومية، ويتحرر منها ومن قيودها، يستطيع أن يرى الحياة التجارب الجديدة كما هي دون أن تؤثر عليه ترسبات الذكريات المقبوحة. شكرا جزيلا.